يتطلب تحقيق السلامة العامة في المنزل التزام المواطن والمقيم باشتراطات وتعليمات الدفاع المدني وذلك للوقاية من وقوع أي حادث أو حريق ومن أجل توفير السلامة لأفراد العائلة في كافة مرافق المنزل. في حماية الأرواح والممتلكات من شتى أنواع المخاطر. من خلال مباشره عمليات الاطفاء والانقاذ على مدار الساعه حيث تزداد حوادث الحرائق خاصه في ظل ارتفاع درجات الحراره في فصل الصيف طبيعه العمل في غرفه العمليات التابعه للاداره العامه للدفاع المدني يتم العمل فيها على مدار الساعه لتلبيه جميع البلاغات. بالنسبه عن صيف 2019 كان عندنا 3000 337 بلاغ تتنوع هذه البلاغات بين حراغ المكيفات وحراق الكهرباء وحراغ السيارات أيضا ونرجو من جميع المواطنين والمقيمين في مملكتنا الحبيبة بالتغير باشتراطات السلامة ونتمنى للجميع صيف آمن وبالتوازي مع جهود غرفة العمليات بالإدارة العامة للدفاع المدني فإن لشعبة التوعية دورا جليا يتمثل في توعية المواطنين والمقيمين باهميه الحفاظ على سلامتهم داخل المنزل. نظرا للظروف الراهنه اللي تمر فيها البلاد حملاتنا التوعويه تركزت على امور التطهير وامور السلامه العامه داخل المنزل من خلال المحاضرات المرئيه توزيع البروشورات والمطويات على مستوى جميع محافظات مملكه البحرين. طبعا ابرز النصائح اللي نحب نوجهها للاخوه المواطنين والمقيمين على ضروره التقيد بشرطات السلامه خاصه داخل المنزل في فصل الصيف. من ابرز الامور ان يكون هناك طفايه الحريق ومعدات الاسعافات الاوليه بالاماكن المناسبه داخل المنزل ايضا وجود كاشف الدخان والحراره والغاز وبطانيه الحريق داخل المطبخ تحديدا اما التوصيلات الكهربائيه يجب ان تكون بشكل سليم والصحيح ما تكون عبر الابواب والنوافذ تكون تركيبها من قبل اشخاص مختصين وعمل الفحص الدوري لها اما اسطوانات القاز يجب ان تكون خارج المنزل بصندوق حديدي مهوى بشكل جيد بعيد عن حراره الشمس ولعب وله الاطفال واخيرا دائما ننصح بالتهويه الجيده داخل ارجاء المنزل. مسؤوليه وامانه يحملها رجال الدفاع المدني على عاتقهم بدءا من استلام البلاغ حتى وصولهم الى الموقع ومباشرتهم لعملهم الانساني وذلك سعيا منهم لتوفير الحمايه والسلامه. لافراد المجتمع